تهرول 10 دقائق بتصير تهرول ربع ساعة نص ساعة ويبدأ النشاط معاك يزيد. فأبد بأي نشاط أنت تقدر عليه، مشي، هرولة، حولك نادي وحولك مسبح وحولك استراحة وعندكم مزرعة وعندكم استراحة، روح اسبح. هذه كلها أنشطة يومية الواحد يحب يسويها. سباحة من اللي ما يحب يطب في المسبح خصوصا في الصيف الكل ودي يتسبح. فسباحة ترى تفرق معك برضو، ترى لياقتها ممتازة ونشاط يحرك كل عضلات جسمك. فأبد بالنشاط اللي أنت تقدر عليه، مو بالضرورة أن تجبر نفسك عليه، عرفت؟ فأي نشاط أنت راح تبدأ فيه بعد فترة تلقى نفسك أنت نفسيا بدأت ترتاح، بدأت تغير نفسيتك، تتشجع النشاط الرياضي أفضل، فتبدأ تطور نفسك. فأبد بالقريب، لا تصعب الموضوع. بالنسبة لرياضة السباحة أشوف أنها أقوى رياضة قد مارستها أنا صدق. أول مرة بغيت أسبح أنا قد طولت ما سبحت، ابغى اسبح جاني شد عضلي على طول في الرجل، ما قدرت اكمل رجعت، لانها تشد الجسم كله. صح. ايدك من اول اصبع الى رجلك الله يكرمكم اخر اصبع. صح. تشد الجسم كله. صح. هذه السباحه. وانا احيانا ترى مع اني رياضي ترى احيانا اذا دخلت المسبح حطيت ما سبح ودخلت المسبح احيانا يجيني شتوت زي ما ذكرت انت، احيانا يجيني في عضله الساق، احيانا يجيني في عضله الفخذ، مع اني انا شخص رياضي لكن ماني متعود. انا طبيعة النشاط الرياضي مختلف عن النشاط السباحة، فيصير في نوع نشاط جديد جسمك ما متعود عليه. فممارستك للنشاط الرياضي ضروري مهم انك تمارس بصورة مستمرة، ما تنقطع عن الرياضة عشان جسمك يستجيب معاك في كل الأنشطة. بشكل عام كوتش طارق، العضلات هي المسؤولة عن كل شيء في جسمك. صح. كورة، سباحة، كل أمور الحياة عضلاتك تساعدك تسوي كل شيء، عضلاتك ما تساعدك بتعاني، ممكن يجيك إصابات. على طاري العضلات، من العضلات انا سبب الاربطه عندي ان عضلات الارجل عندي هي اللي تسببت في الاصابه. احيانا ما تسوي تمارين. انا اذكر الرباط اول ما جاني كنت رياضي، في اليوم يمكن العب 5-6 ساعات كوره، اطلع من تمرين العصر في الليل العب في الحديقه. لكن مش المشكله، احيانا على طول البس انزل بدون تسخين، العضله نايمه، صح، تسبب لك اصابه. العيال اللي يتكلمون هنا احيانا ترى التمارين اللي احنا نسويها انت تقدر تسويها وانت تتكلم بالجوال عادي، ما شاء الله تبارك الله. احنا ليش العضلات مثل ما قال ابو عبد الله، عضلات مخلينها في الديره وجاي، ما في عضلات نهائيه، فانت لازم تهيئ العضله. فايز قبل شوي يقول جاني شد عضلي في المسبح، لانه قبل ما ينزل المسبح اساسا كمله منقطع. صح. على طول نزل المسبح شد رجلي بيعطيها حركه الجهشد، عرفت؟ فعضلاتك متى ما قويت عضلاتك، حتى ترى على فكره المشي، مجرد المشي بس راح يقوي عندك العضلات لانك تحرك نفسك باستمرار. فالمشي انا بالنسبه لي هو افضل الرياضات في كل وقت، هو المشي. والمشي في الطلعه للكبير وللصغير، طلعه في مكان عادي، طلعه بس تزيد شده الحمل إيه، لكنها يعني في نفس المجهود، يعني الطلعة بس تزيد معك الشدة. ولا المشي نفسه سواء زي ما قالك سواء على أرض مسطحة ولا طلعة هو المشي، عرفت؟ وعلى تعقيبا على كلامك، ترى في واحد من الشباب عارفه يتمرن معنا بالنادي، جاه قطع رباط وغضروف، لكن حنا بطبيعة تمارين المقاومة نشيل أوزان عالية في تمارين الأرجل، تلقى زي تمارين السكوات، تمارين الليج بريس، أجهزة فنشيل نحمل فيها أوزان تنبني معانا عضلات قوية. فهذا الشخص قبل قد جاه رباط، قبل لا يدخل، قبل ما كان يتمرن حديد، جاه رباط يحتاج انه يسوي تأهيل، يمشي تقوية. على اي تقوية، يمشي على اكاز، لازم يريح رجله شوي. يوم تكررت معاه الاصابة من ثاني يوم هو جاء النادي، فرقت ليش؟ لان عضلات شالت، عضلات شالت الحمل على المفصل، المفصل ما عليه ضغط، مع انه سوى العملية اليوم بكرة قاعد يتمرن في النادي عادي، ما مشى بعكاز، الدكتور جايب له عكاز بعد العملية عشان يمشي عليه، لا خلاص قام من العضلات، من العضلات تشيل، عضلات تشيل. فدائما احنا ليش نطور الجانب خير. العضلي لانه بيدعمك، والحين الدراسات اثبتت ان بعد العمر 30 او 40 انت كل سنة جسمك يخسر 1% من الكتلة العضلية في حال انك ما تمارس نشاط رياضي. عشان كذا يوم توصل عمرك 50-60 وش بقالك؟ كبار السن عشان كذا معاناتهم اكبر، ليه؟ لما عاد ما عضلات تشيله بالضبط، تلقاه يمشي على عكاز، تلقاه يمشي او يتحرك كرسي متحرك. هذه اشكاليه. الدكتور الاصابه الاولى اضطريت اني اسوي عمليه لانها قطع في الرباط، يعني
لابد منه. الإصابة الثانية في ركبتي اليمين الدكتور قال إصابتك يعني في حل، حتى اللاعبين الآن يقول لك في حل إنك تقوي عضلاتك وتستمر. صح. أفضل من حل العملية. صح. مع إنه قطع عندك في الرباط، بس يقول لك لا، إذا قويت عضلة الفخذ عضلة الساق عندك والعضلتين اللي فوق الركبة وتحت الركبة هي تساعد الركبة، ما يصير الحمل على الركبة، بالضبط. يصير الحمل على العضلات، عضلاتك خفيفة خلاص الحمل على الركبة. وهذا صح. اللي صار معي للأسف، أنا وقفت تمارين فترة طويلة ولعبت كورة وطقت عندي الركبة، ليه؟ للحمل كله على المفصل مش على العضلة. فعلا. عشان كذا يجيك خشونة أو شيء. إيه عشان كذا دائما على طريق خشونة، إيه الشيبان وكبار السن دائما اللي عندهم مشاكل في الركب إذا راح الدكتور أو الدكتور وش يقول له أول شيء؟ يقول له خفف وزنك وسوي رياضة تقوية، خفف وزنك عشان تخفف الحمل على الركبة. طبعا هو شايب ما يقدر، اي ما يقدر يخفف وزنه وما يقدر يمشي على نظام غذائي، ويقول له سوي رياضة عشان عضلاته تقوى ويخف الحمل على الركبة. فهذه دائما الحلين عشان تخف مشاكل الركب. فالموضوع دام انت عندك حل للموضوع هذا، انت تمارينك او مارستك للرياضه استثمار لصحتك مستقبلا. اي والله انت ما تفكر الحين بعمر الثلاثين او خمسة وثلاثين وحتى الاربعين، جسمك يشيلك يدعمك، لكن اذا وصلت الخمسين ستين وصلت الستين عندك عبد الله الراجح ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. ترى الان لو تلاحظون تشوف لك واحد عمره ستين جالس ومع عصا وركبه توجعه، وتلقى واحد عمره تسعين زي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله لا يضره. ابو عبد الواحد شوف كم عمره في التسعين تقريبا. طبعا تراهم عندهم الجو يناسبهم ويساعدهم على أولا خفيف خفيف وزن، ثانيا يمشي. أنا أبوي الله يطول عمره يصلي الفجر يطلع المزرعة، يخلص المزرعة يروح عند الحلال يمشي. أبوي عمره تقريبا 85 يمشي يمشي، توه قبل سنة يمكن خذ العصا عشان ركبه بس ولا كوزن وكلياقة. أبوي عرف الخلطة، وأغلب الشيبان عرفوا الخلطة اللي هي وش؟ امش أنت رجال بتقعد متكي، كل ما زاد عمرك كل ما جتك الأمراض، كل ما أنا على قولتهم كبرت بسرعة يعني وضع عليك الكبر، مجرد ما تمشي الآن روح للممشى تلقى على الأقل 10-15 شايب يوميا تلقاهم في ذا الممشى، لأنه عرف السر وش هو. السكر أحيانا الدنيا لو قاعد في البيت وقاعد يتابع التلفزيون ولا مثلا كل يوم مسير له على واحد راح من بدري. الرياضة أهم شيء. هذا أتكلم وحنا مقصرين ترى، لكن أنا مقصرين وأنا تعقيب على كلامك، أنا لاحظت هذا الشيء. أنا بالعادة أصلي الفجر وأمشي، عندي سير عندي سير في البيت والنادي قريب، لكن أفضل أني أمشي المشي الحر. أي المشي الحر وبعد الفجر مباشرة، يعني على الجانب النفسي تكون أنت نفسيا مرتاح والجو. فالمكان اللي يمشي فيه أغلب كبار سن بعد الفجر تحديداً، بعد الفجر هذا وقتهم عزة. إيه أغلب كبار سن، في شباب لكنهم قليل، لكن إذا جيت تشوف الأغلبية أغلبهم كبار سن. الوعي تغير، الوعي تغير، العالم صحت على نفسها. قبل ممكن نادر تشوف أحد يمشي. إيه والله قبل نادر، حتى كبار السن اللي نشوفه الحين تلقاه ما شاء الله عنده جزمة رياضية وأنت بكرامة. قبل ما فيه يمشي عادي. إيه تلقاه يمشي على نعال وأنت بكرامة ولا زبيرية ولا. ثقافة تغير. إيه ثقافة تغيرت، العقلية تغيرت، وهذا شيء إيجابي جدا. حتى متوسط الأعمار مع الرؤية أنه يرتفع متوسط الأعمار إلى 85 سنة، وفعليا حاليا وصل إلى 80. فهذا شيء مرة إيجابي كله بممارسة النشاط. أنا أول تجي عند كبار السن تقول لها امشي بيقول لا عطني علاج. حلو. صح. هذا قبل 10 سنوات. الان اللي صار شيبان خلال 10 سنوات هذه كبروا وصلوا مرحله انه يصير شايب، صار تفكيره غير شيبان الاولين. انه بيقول لا رياضه، بيقول حلو ما ابغى الادويه، وش اسوي رياضه؟ يقول امشي وسوي شو خلاص. اقلها اول تقول له امشي طول العمر بنعول وانت بكرامه، العاديه اللي اساسا تضره الان لا، تلقاه يروح يشتري جزمه وانت بكرامه بمبلغ وقدره اللي هي رياضيه اللي هي مخصصه للمشي، تغيروا. وتلقى حتى بعضهم ما كان عنده ثقافة إنه يلبس بدلة رياضية، الآن لا صار يلبس بدلة رياضية. صدق. صدق. لكل مكان مقال، وتغير التفكير في حتى في كل أمور الحياة. صح. عندنا في الديرة قبل سنتين أو 3 سنوات اللي يمشي في عندنا في القرية في الشط اللي يمشي هذا عان تلقى القبيلة كلهم يوقفون عنده. سلامات عسبة. يوقفون سلامات أركب، والله أنترك والله أنترك، ويركبون. شيء غريب. شيء غريب. والله ان الايام اللي فاتت الحين خلاص كنا ندري ان الشخص هذا لقيته يمشي انه يبغى للرياض.
يفر الشط كله بوه ما حد يقول له شيء. شهد لله. لا ترى الجانب تغير حتى والله معنا في الأندية صرنا نشوف ما شاء الله كبار سن يعني ويتمرنون مقام يتمرنون حديد يعني يسوون تمارين حديد ما شاء الله أفضل من بعض الشباب اللي ما له علاقة بالرياضة وما يمارس الرياضة. لاحظت حاجة إن الأندية الآن صارت زحمة. إيه. وكبار السن نسبة كبيرة. إيه ينعدون على صابع اللي تلقاهم في الأندية. أنا كنت في نادي قسما بالله إني أقعد نص ساعة أتحرى السيريا فوق. صح. الأندية الآن تغيرت الثقافة الناس صاروا يا أندية يا ممشى فهم؟ أول لا اللي في النادي بس اللي بيبني جسم. بس. يمكن أنت مركز. اللي بيبني جسم أو اللي عنده مثلا تقوية. الآن حتى اللي ما عنده شيء تلقاه يضغط وقته يطلع من الدوام يريحنا كم ساعة بعدين النادي لا صار النادي شيء أساسي الرياضة وهذا الوعي اللي يتكلم عنه الكوتش وبعضهم يعني من زود حرصه على النادي والله يطلع من دوامه يجي النادي على طول جايب لبسه معاه لأنه عارف مثلا إذا راح البيت ممكن أنه ينشغل إيه فحريص أنه ما يفوت عليه التمرين حريص أنه ما والحرص ما هذا هو اللي بيوصله النتيجة يوصله النتيجة وبعضهم ترى مو داخل النادي لا عشان لياقة ولا عشان يبني عضلات ولا عشان